حال الشهادة الثانوية لهذا العام التي جلس لها أكثر من 35 ألف طالب وطالبة في أكثر من 220 مركزا في 35 موقعا بكافة محليات الولاية. وأوضح أمين الحكومة أن عدد الممتحنين لم يكن في حجم الطموح، لكنه أرجع الأمر إلى الظروف التي مرت بها البلاد والولاية، وأكد الولاية بإحراز نتائج تضعها في المقدمة. أكدت حكومة غرب كردفان سعيها الجاد للنهوض بالعملية التعليمية والعمل على تذليل الصعاب التي تواجه التعليم بالولاية. وقال والي غرب كردفان حماد عبد الرحمن صالح عقب قرع الجرس لانطلاقة امتحان الشهادة السودانية بالولاية إن حكومته ستضاعف من جهودها للارتقاء بالتعليم الذي يعاني نقصا حادا في كل جوانبه. وأشار الوالي إلى أن ولايته تطلع إلى إحراز مرتبة متقدمة في امتحانات الشهادة السودانية هذا العام رغم الإمكانات المتواضعة، وحث الطلاب الممتحنين بضرورة المثابرة وتحقيق النجاح المطلوب. يذكر أن عدد الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية بغرب كردفان هذا العام بلغ حوالي 16,764 طالبا وطالبة موزعين على 216 مركزا. نتشرف بزيارة السيد والي ولاية غرب كردفان لقرع الجرس إذانا ببدء امتحانات الشهادة الثانوية في السودان، ونحن اليوم في مدرسة الفول التحصيل في ظل ظروف صعبة نحن نعلمها جميعا. هذه المدارس وهذه المنشآت والكتاب المدرسي كلها محتاجة، ولكن رغم هذه المعاناة أنتم الآن تقفون لأداء امتحان الشهادة، وكلنا أمل في أنكم أن تحرزوا نتائجا مبهرة. نطلب منكم الكثير رغم قلة الإمكانيات وتواضع الإمكانيات، ولكن عشمنا في الله كبير. وفي السياق قال المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالولاية أبو بكر محمد كبر إن امتحانات الشهادة السودانية هذا العام جاءت في ظل ظروف استثنائية معروفة ألقت بتأثيراتها على عملية الامتحانات، وأعرب عن أمله في أن تجتاز الولاية مرحلة الامتحانات دون معيقات. نتشرف بزيارة السيد والي ولاية غرب كردفان لقرع الجرس إذانا ببدء امتحانات الشهادة الثانوية في السودان، ونحن اليوم في مدرسة الفول الثانوية بنات، ومن هذا المنبر نوجه الرسالة لكل أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في ولاية غرب كردفان، ونهنئهم ببداية هذه الامتحانات، ونتمنى لهم مستقبلا مشرقا. دشن السفير محمد الياس سفير السودان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم الأول لامتحانات الشهادة السودانية بالقاهرة، وذلك في مركزين تم تجهيزهم منذ عدة أيام بأدوات صحية احترازية لفيروس كورونا، وذلك بحضور أعضاء السفارة والمجلس الأعلى للجالية وتحت حراسة أمنية من قبل السلطات المصرية. سودان هذا المساء متواصل معكم وفيه بعد قليل. حكومة غرب كردفان تجدد عزمها للنهوض بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية. أهلا بكم من جديد وإلى هذه الطائفة في أخبار العالم، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن اتفاق إرساء العلاقات مع البحرين الذي أعلن عنه الجمعة الماضية سيؤدي إلى تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين،
وحسب تصريحات أدلى بها نتنياهو لمجلس الوزراء الإسرائيلي ونشره مكتبه أنه ستكون هناك رحلات جوية مباشرة ونشطة بين البلدين. وكانت وزارة الخارجية البحرينية قد قالت أمس أن وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي أمس السبت غداة إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين. أظهرت بيانات ريفينيتيف أن سفينة التنقيب التركية أورتش عادت إلى مياه قريبة من إقليم أنطاليا بجنوب تركيا اليوم الأحد في خطوة قد تخفف التوتر بين أنقرة وأثينا بشأن الموارد الطبيعية في البحر. وتتداخل حدود الجرف القاري لكل من تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي، وتتشابك مطالبهما بالأحقية في موارد الطاقة المحتملة في شرق البحر المتوسط. وتصاعد التوتر الشهر الماضي بعدما أرسلت أنقرة السفينة لتحديد أفاق التنقيب عن النفط والغاز في مياه تتنازع على السيادة فيها اليونان وقبرص وتركيا. قال سياسي لبناني اليوم الأحد أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في محاولة لتدليل عقبة من أجل الالتزام بموعد نهائي هذا الأسبوع لتشكيل حكومة تنتشل البلاد من أزمتها. ويقود بري حركة أمل، وهي حزب شيعي متحالف مع جماعة حزب الله التي تتمتع بنفوذ واسع في لبنان. وعدت القيادة اللبنانية ماكرون عندما زار بيروت في الأول من سبتمبر الجاري بتشكيل حكومة اختصاصيين دون ولاءات حزبية في غضون أسبوعين، ولم يتبقى من هذه المهلة سوى أيام. حشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره في ولاية نيفادا أمس في محاولة لتعبئة الدعم في ولاية تظهر استطلاعات الرأي تقدم منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن. وتحدث ترامب لحشد ضم آلافا في مطار خارج رينو، حيث وقف الناس متقاربين وفي حالات كثيرة بلا كمامات على الرغم من جائحة فيروس كورونا. وأشار ترامب إلى أن البقاء في السلطة 12 عاما على الرغم من الغيود الدستورية التي تحظر بقاء الرئيس الأمريكي أكثر من فترتين كل منهما 4 سنوات. رفض ائتلاف معارض قاد احتجاجات مناهضة للحكومة في مالي قبل الانقلاب العسكري الشهر الماضي ميثاقا سياسيا دفع به المجلس العسكري الحاكم أمس، وبعد مفاوضات استمرت لمدة 3 أيام مع الزعماء السياسيين والمجتمع المدني. خرج المجلس العسكري بخارطة طريق تهدف لرسم ملامح فترة انتقالية بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 من أغسطس الماضي. وقال ائتلاف MR5B المعارض أن النسخة النهائية من الميثاق لا تعكس نتائج المحادثات التي أشار إلى أنها تضمنت تصويتا للأغلبية لصالح تولي شخصية مدنية منصب الرئيس المعقب. في أخبار الاقتصاد، جددت حكومة غرب كردفان عزمها النهوض بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية باعتباره المدخل الرئيس لتنمية الاقتصاد السوداني. وقال والي غرب كردفان حماد عبد الرحمن صالح في ورشة للبحوث الزراعية حول التغيرات المناخية وأثرها على الإنتاج، قال إن ولايته ورغم ما تتمتع به من موارد طبيعية ثرة إلا أنها تعاني مهددات بيئية أحدثت الكثير من التغيرات المناخية. وأشار في ذلك إلى عمليات القطع الجائر للأشجار والتلوث البيئي الناتج عن عمليات تنقيب البترول وتأثيراتهما على الإنسان والحيوان والبيئة. وأشار إلى الاهتمام العالمي بقضية التغيرات المناخية. وأكد والي غرب كردفان اهتمامه بالبحوث العلمية في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني وتذليل الصعاب التي تواجه محطة البحوث الزراعية. نحن من جانبنا حقيقة أصدرنا قرار بوقف قطع الجائر للأشجار، ونتطلع حقيقة لتنفيذ هذا القرار لأنه بالنسبة لنا قرار حيوي. نحن سنشجع هذا المشروع لأننا نعرف أهمية الأبحاث. دولة لو ما ركزت الدول المتقدمة تصرف كل إمكانياتها على البحث العلمي، بدون بحث علمي ما في فائدة حقيقة. وفي السياق، قال مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بغرب كردفان عوض الله كرشوم
إن الاهتمام بدراسة التغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد الطبيعية يمثل أحد أهم أهداف الألفية الثالثة التي تتسق أولويات حكومة الفترة الانتقالية المتعلقة بحماية البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي، وأشاد بقرار والي غرب كردفان بوقف القطع الجائر للأشجار ودوره في المحافظة على التوازن البيئي. أهداف التنمية المستدامة، الهدف رقم 15 ده المتعلق بالحياة في البر اللي هي مربوطة بالإدارة المستدامة للغابات. الغابات دي يا جماعة لأنها في تأثير المناخ هي بتمتص ثاني أكسيد الكربون اللي هو أساس الغطاء ليه بالصناعة وبالزراعة وبالوقود الأحفوري، فهو الأدى ليه أهم غاز في الغازات الاحتباسات الحرارية اللي هي بيجت تزيد درجات الحرارة واللي بيجت تأثر في المناخ كله. اتفقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مع سفير جمهورية الصين الشعبية على إقامة مسلخ بمواصفات عالمية بمنحة تعادل 76 مليون دولار للاستفادة من الثروة الحيوانية في السودان من القيمة المضافة من منتجات اللحوم. ووجهت وزير المالية المكلفة هبة محمد علي خلال لقائها السفير الصيني والوفد المرافق بمراجعة مسودة الاتفاق المقدم من الجانب الصيني وكافة المشاريع الانتاجية القائمة الممولة من الحكومة الصينية وتحديد المشاريع المعطلة لإعادتها إلى مسار التشغيل. دشنت وزارة الزراعة والغابات الاتحادية بولاية نهر النيل برنامج التمويل لرواد الأعمال الزراعية. وقال منسق برنامج تمكين الشباب بالولاية أيمن كينيش إن البرنامج يستهدف شريحة الشباب الخريجين الزراعيين، وأشار إلى أنه يعمل عبر سلاسل القيمة المضافة في مجالات إنتاج التقاوى والخضر وتسمين الحيوانات، ويتم تمويله مصرفيا. وأوضح أنه قد تم تدريب 50 شاب وشابة كرواد للأعمال الزراعية، ولفت إلى أن البرنامج يتميز بوجود آلية ضمان لتقاسم المخاطر مع الرواد الزراعيين بتمويل من بنك التنمية الأفريقي. البرنامج بيعمل في المجال الزراعي عبر 3 سلاسل قيمة اللي هي إنتاج تقاوي وإنتاج خضر وتسمين حيوانات. مركز البرنامج بالولاية في محطة بحوث الحديبة. البرنامج حاليا تم تدريب 50 شاب وشابة بنسميهم رواد عمل زراعي. باختتام التدريب يتدربوا تدريب نوعي في مجال ريادة الأعمال ودراسة السوق وإعداد دراسة الجدوى، على سن يقوم يتمول عبر البنوك المشاركة معنا. نحن عندنا 5 بنوك على مستوى الولاية مشاركة معنا للبرنامج في تمويل الشباب الرواد، بالإضافة لأنه عندنا آلية حق التقاسم المخاطر هي آلية تيسير. إلى ذلك كشف اختصاصي ريادة الأعمال الزراعية جمال عبد القادر عن وجود تحديات حقيقية تواجه البرنامج، ولفت إلى أن أكبرها تتمثل في سياسات ونسب التمويل وارتباطها بمشكلة التضخم الاقتصادي. يمكن الآن الشباب دي ماشيين على تطوير مشروعاتهم وربط الولاية بما يعادل 100 مشروع إن شاء الله. الحكاية دي محتاجة برضو نظرة واعية من الولاية هنا، الحكومة على مستوى الولاية وحتى على المستوى القومي. لا زالت إحنا عندنا تحديات كبيرة جدا بتواجه شبابنا ديل في تنفيذ مشروعاتهم. لا زالت السياسات غير مشجعة في الحكومة عشان نشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أكد وزير البنى التحتية والنقل المكلف هاشم ابن عوف أن تطوير الاقتصاد يعتمد في المقام الأول على وجود بنية تحتية متطورة من وإلى مناطق الإنتاج والتصدير. وأشار ابن عوف لدى مخاطبته اليوم الورشة القطاعية لقطاع البنى التحتية والنقل بالدام بالمؤتمر الاقتصادي القومي الأول بقاعة وزارة التعليم العالي إلى أهمية تطوير البنى التحتية من خلال اللجوء للحلول التمويلية وتنشيط الشراكات في هذا القطاع المهم للنهضة الاقتصادية. ودعا المستثمرين بقطاع النقل بالانفتاح على العالم المتقدم في هذا القطاع، وذلك لمواكبة أحدث التقنيات التي توصل إليها، وشدد على أهمية الابتعاد عن المآرب السياسية. وفي ختام السودان هذا المساء، هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس مجلس السيادة يطلع على دور الوزارة في ترسيخ العدالة وسيادة حكم القانون. مجمع الفقه الإسلامي يؤكد على محاربة الغلو والتطرف ونبذ القبلية. منسوب النيل الرئيسي يسجل انخفاضا بـ5 سنتيمترات عن الأمس.
نهاية السودان هذا المساء قدمناه من قناة الشروق. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.